متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير إليكم. نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم، إذن بحمد الله بدأت بعض الأمطار الرعدية بالهطول في الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة. تمتد هذه الأمطار اليوم تباعا إلى أجزاء مختلفة من الجوف والحدود الشمالية، تشمل بذلك عرعر وسكاكا، ولاحقا تشمل أيضا مناطق في رفحاء. وتمتد هذه الأمطار تشمل أجزاء واسعة من محافظة المدينة المنورة، والتي تشمل أيضا المناطق الساحلية بها بما في ذلك ينبع. لاحقا خلال ساعات النهار تمتد هذه الأمطار لأجزاء من حائل، وأيضا يتوقع مع ساعات الليلة القادمة أن تمتد بعض هذه الأمطار وتبدأ وترتفع فرص هطول الأمطار نتيجة تخريجات بحرية متوقعة بالقرب من مدينة جدة، لتصل بذلك ذروة فرصة هطول الأمطار في مدينة جدة خلال ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة وصباح يوم غد. أما الأحوال الجوية هذا اليوم مستقرة الأجواء في العاصمة الرياض، أجواء صافية، درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية، والأجواء لطيفة بشكل عام. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة وأحوال الطقس في مدن ومحافظات المملكة المختلفة، والتي نبدأها شمالا من سكاكا وعرعر. فرص لأمطار رعدية من 22/8 في سكاكا و 23/7 في عرعر، مع أجواء باردة في ساعات الليلة القادمة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت في تلك المناطق. تبوك من 22/6 درجات مئوية في المدينة المنورة، تكون أجواء بها مغبرة مع فرص لأمطار رعدية في أجزاء عدة منها، 29/18 درجة مئوية. في جدة من 34/22 مع فرص لأمطار هذه الليلة. في مكة المكرمة من 33/22. في الطائف من 23/11 درجة مئوية. الأجواء أيضا مستقرة في جنوب غرب المملكة، تكون في أبها من 21/10 درجات مئوية، في الباحة من 19/12، وفي جازان من 29 درجة مئوية في ساعات النهار، أما الصغرى فتكون 26 درجة مئوية. في الإحساء من 23/12، في الدمام من 24/16، وفي حفر الباطن من 22 درجة مئوية في ساعات النهار، تكون الصغرى ليلا تقريبا حوالي 14 درجة مئوية. نختم في المناطق الوسطى في العاصمة الرياض من 23/11 درجة مئوية. في القصيم في بريدة تحديدا 25/13، وفي حائل من 25 درجة مئوية في ساعات النهار، وتهبط الصغرى الليل القادم إلى 10 درجات مئوية. أتمنى جميعا لكم نهار سعيد أينما كنتم ومبارك، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.